عارف ان الامور مش مشجعه على متابعتها، وعارف ان الناس في مرحله من مراحل الزهق. ما انت لازم برضو يبقى بينك وبين الناس سنسور كده، شويه يعني احساس كده، عارف امتى هما متلهفين امتى هما متشبعين. لكن لازم هذه المسيره، مسيره الوعي، تستمر. فبالتالي احنا الاخبار بتاعت كل يوم اللي غالبا يعني بتؤلم كثير من الناس بسبب ما تحتويها يعني، و طوائف الناس كلها، طوائف المصريين كلهم يعني بيعيشوا ايام صعبه الحقيقه. يعني امبارح مثلا، بس على سبيل المثال، ياتي لك مثلا اربع خمس شكاوى من قطاعات مختلفه، مدرسين باللي بيعملوا فيهم وزير التعليم وبيشيلهم فوق طاقتهم، واللي مش عاجبه يشرب من البحر وهياخد على دماغه ويشتغل. أئمة الأوقاف واللي بيحصل فيهم والدنيا عاملة إزاي والتسلط عليهم عامل إزاي. أرباب المعاشات وأصحاب المعاشات واللي بيحصل معاهم إزاي ومش عارف إيه. فكل الطوائف محدش مبسوط. محدش مبسوط للأسف. فيلا على بركة الله. خلينا بس آخد بس شوية أخبار سريعة كده. صندوق النقد الدولي يحذر من سوء إدارة الديون المصرية. الصندوق اللي بيدير لنا المسألة بيحذر من سوء الإدارة بتاع الديون. واحنا عندنا مشكله في موضوع الديون ده يا جماعه، هتنفجر في وش الكل في وقت ما. اللي بيحصل هو اطاله امد الازمه. عارف انت لما بيقعد حاطين المريض على اجهزه التنفس، هو كل اللي حواليه دكاتره واهله وكل اللي ماشي في الشارع عارف انه ميت، لكن هو سيبه بقى عشان ايه؟ على الاقل خالص ساعه الفراق تبقى خفيفه، ما احنا كلنا عارفين انه ميت. فهي قصه بتحصل في مشكله الديون في مصر بهذه الكيفية. الدكتور أيمن نور طلع بيان لحزب الغد الثورة بيعلق فيه على كلام الدكتور محمود محي الدين، وهو كلام الحقيقة كلام طبعا بتاع ناس متخصصين. قلت لكم ان محمود محي الدين واحد من علماء الاقتصاد المصريين، سواء انت اتفقت معاه واختلفت معاه، واحنا مختلفين معاه من ايام مبارك، لكن لما يجي يتكلم في الموضوع ده لازم تتفق معاه. فبيقول البيان بتاع حزب غد الثورة: لجأت الحكومة المصرية بشكل متزايد في الفترة الأخيرة إلى طباعة النقود كوسيلة لتمويل العجز في الميزانية، مما أثار قلق الاقتصاديين والمستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد الوطني. وفقا للبيانات، ارتفع المعروض النقدي بمتوسط 33% سنويا من عام 2016 ل 23، ليصل في مارس 23 إلى حوالي 7.9 تريليون جنيه. في يوليو الماضي أظهرت الأرقام زيادة أخرى، حيث بلغ المعروض النقدي 10.7 تريليون، مما يعكس زيادة بنسبة 35%. ويؤكد حزب غد الثورة الليبرالي أن الطباعة غير المقيدة للنقود هي من أخطر وسائل التمويل حتى إذا قورنت بالاقتراض. تمام؟ فهي القصة كلها هنا يا جماعة. الكلام بتاع الدكتور محمود محي الدين بيتفق مع الدكتور أيمن في بيان حزب الغد الثورة، بيتفق مع أي عاقل، اللي هو انت بتطبع على شويه ورق وبتطبع وترمي في السوق، دي جريمه، دي جريمه، كل الاقتصاديين اللي في الدنيا عارفينها. البنك المركزي اعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الخامس على التوالي، اللي تسجل 3 مليار دولار مقابل 1.6 خلال شهر يوليو اللي فات، وده كويس جدا. وده طبعا نتيجه انه الناس بقت عارفه انه في سعر واحد. الهطل اللي طب مين بقى يحاسب اللي كان واخد القرار بابقاء الدولار على سعر والبرر على سعر؟ مين اللي يحاسب؟ يعني انتوا قعدتوا سنه ونص او سنتين الدولار في البنك ب 30 وبره ب 50 ووصل 60، عشان كده ما حدش كان بيحاول على البنك. مين يحاسب بقى صاحب القرار ده؟ ما حدش يحاسب. ما علينا. طيب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة عابد عز الرجال بيتكلم على أنه تحرير سعر الصرف عزز إيراداتنا شكليا فقط. خلينا نسمع كلامه ونفهم يقصد إيه. يعني لأنما هو القيمة الحقيقية بتاعت الإيرادات بتظل ثابتة، لأن لما بيحصل تخفيض لقيمة الجنيه أو كده بيأثر في الاتجاهين،
في تكلفة مستلزمات الإنتاج سواء غاز كهرباء أو كيماويات أو سبير بارتس، وبرضو السعر البيع الخارجي بس مش الداخلي. تحالف دولي يستحوذ على تمويل الحكومية في مصر مقابل 2.8. التحالف ده طبعا هتلاقيه بالتأكيد يضم البنك الأوروبي لإعادة الأعمار وشركة تنمية كابيتال المؤسسة البريطانية للاستثمار، استحواذ على شركة تمويل الحكومية المملوكة لشركة أيادي وللبريد المصري. الشركة بتمتلك 230 فرع ومنتشرة في جميع أنحاء مصر والدلتا. وزي ما قلت لكم، نحن ليس لدينا أي طريقة للتعامل مع الاقتصاد المصري إلا عن ثلاثة طرق، وهي الاقتراض والبيع ونفخ المواطن المصري. حفظتوهم أنتم ما شاء الله. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وهي تتحدث عن سازرانيا المشاط، يعني تتحدث عن هذه الصفقة لصفقة بيع شركة تمويل. خلينا نسمع. شكرا اتصال شركة تمويل المشروعات. مرنا مع حضرتك، اتشرف بالاسم. صباح النور يا فندم، اتشرف باسم حضرتك. تمام يا استاذ سيد، اتصال حضرتك بخصوص ايه يا فندم؟ بس كنت عايز اعرف نسبة الفايدة على القرض بتاع المشروعات التمويلية. حضرتك مش عاملين ومش ضامن، مظبوط؟ نعم يا فندم. حضرتك مش عاملين ومش ضامن عندنا يا فندم؟ لا لا خالص، ده أول مرة أتصل بالشركة. تمام يا فندم. طيب أنا بتابع معاك يا فندم، باخد منك بس بعض البيانات وبلغ حضرتك بالظبط بالشرايح المتاحة عندنا. تمام، وبالأوراق اللي حضرتك بتجهزها. تمام، وبقول لحضرتك على أقرب فرع. لا خلاص، المعلومات دي كلها عندي، دخلت على التطبيق وجبت المعلومات، بس مش كاتبين انتوا نسبة الفايدة خالص. تمام، هو نسبة الفايدة يا فندم مش بتبقى ظاهرة عندي للأسف، لازم بتتوجه للفرع يا فندم وبتعرف من هناك. يعني مفيش معلومة في حدود قد ايه؟ لا للأسف يا فندم. شكرا، بتبقى ظاهرة عندي. شكرا يا أستاذ، شكرا. تمام يا فندم، أقدر أساعد حضرتك بأي حاجة؟ الله يحفظك، متشكرين، متشكرين. تمام يا فندم، شكرا لاتصالك بشركة تمويل. مع السلامة. شكرا لاتصالك بشركة تمويل المشروعات. مرنا مع حضرتك، اتشرف بالاسم. كتير. صباح النور يا فندم، اتشرف باسم حضرتك. اللي هو انا عرفت يعني القصة. انا اصله انا لما طلعت مصر ما كانتش موجودة البتاع دي. قالوا انا عايز اخد قرض. طيب الفايدة كام؟ لا ما نقولكش، لازم تروح الفرع. ليه بقى؟ اللي هو جر رجلك يعني، وتفضل ما تعرفش الفايدة لحد ما تمضي على القرض. 37.5% 40% انت ورزقك. طب خلينا نشوف معالي الوزيرة رانيا المشاط وهي بتتكلم على الموضوع ده. كوزيرة أيضا التعاون الدولي، طبعا التحالف هنا بنجد فيه شركاء تنمية مهمين زي البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فده دليل على علاقتنا الجيدة بهذه المؤسسات، وأيضا قدرتهم على يعني تقييم الوضع أنه جاذب للاستثمار وإشراك القطاع الخاص. طبعا احنا شفنا أنه في التمهيد لهذه الصفقة يمكن أخذت تقريبا سنتين من ساعة الإعداد ليها حتى انتهائها، فطبعا التقييمات، البعد القانوني وغيرها من العناصر أو المحاور في أي تخارج بياخد وقته، ولكن النتيجة بتبقى كويسة. بتشوف أنه تقييم الشركة من رأس مال معين بيبقى فيها أكتر، بتتضاعف، فدي نقطة مهمة أنه زي تعظم من قيمة هذا الأصل أو هذا الاستثمار. فدي أعتقد نموذج جيد. إحنا مش قادرين نقول طبعا الصفقة بالتحديد لأنه في سرية في المعلومات، تعلن إن شاء الله بعد أسبوعين بشكل تفصيلي، ولكن في جزء مكون دولاري ودي نقطة مهمة. وطبعا زي ما انت قلت هتفتح الشهية. انا واخد بس بالي من حاجات كده مش مهمة شوية احيانا. المهم انه زي ما قلت لكم معالي الوزيرة واقفة تفتخر بالجهد اللي بذلته في بيع تمويلي. يعني انا مثلا لو انا هنا في قناة الشرق هبقى فرحان قوي ان انا بعت شويه الكاميرات اللي هنا دول، واقعد اقول والله ده انا بذلت جهد جامد جدا، انا بعت السبوتات وبعت الكاميرات وبعت الشاشات، ده الجهد اللي انت عملته، بدل ما تقول ان هطور واتقدم وبتاع. الفرحان ان انت بعت.